أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. وتكرفسوا عليا وكرفسوني بزاف ومشيت للسبيطار نعست فيها، ومن السبيطار خرج مشيت للمحكمة. مشيت للمحكمة الجديدة هنايا، قالوا لي تمشي لزمور، بعد مشيت لزمور ردوني الجديدة. مشيت لجدرمية تاهم ردوني لزمور، قالك ما كاينش هذا الشيء، ما ملغي ملغي ملغي. انا ما عطاونيش حقي والوراق عندي دابا، باش كنت ناعسه في السبيطار وباش كنت نطلع ونهبط، وعندي الشهود وما عطاونيش حقي. انا بغيت دابا كنطالب في حقي. والاخر دابا هو جا دار لنا الريزو في بلادنا. هاد البلاد راه باقي عليها الغاوت هنايا، ما خاصوش يدير فيها، باقى في الشرع ما خاصوش يدير فيها الريزو هنا. عاون السلطه، هاد الشيخ كان معنا، هو اللي كان واقف معنا وكان يفرق فينا، ودرنا عدة الإراثة وعطيناها ليه. قال لنا تعطيوني قطار ديال الأرض ونوقف معاكم. قلنا ليه علاش غنعطيو قطار؟ قلنا باش نوقف معاكم. الأخرى ما بغيناش نعطيوه القطار، مشى دا الدري ومشى جمع ليه الشهود، ولاد خوه ولاد خالته ولاد عمته، وداهم لقبيلة أخرى في الكرارمة، ودار 12 شاهد، ودخل الإراثة ديالنا بقات عدو. والأخرى داز هو دوز البيع، ودوز الإراثة، ودوز على البيع. والإراثة ديالنا حنا مشى نزل لنا من الشهود ثلاثة الخطرات، وحنا صوبوا الإراثة وكينزل لنا فيها الشهود ثلاثة الخطرات. وخوتي حنا كنا 10 ودابا بقينا 5 الآخرين ماتوا، وكيقول لنا غادي نقتلكم تنتوما. واللي باقي كيبيع في البلاد، هذاك المربي كيبيع في البلاد وكيعطي علينا في المخزن. ودابا حنا طالبين الخبرة، ما طالبين حتى شي حاجة، طالبين الخبرة، طالبين الخبرة. كان هذا السيد ولد خونا تحكم علينا، كان مشي ولد خونا، خصكم تعطيونا حقنا. وعاش الملك. السلام عليكم. حنايا 10 الوراثه اللي كاينين، وخمسه راهم ماتوا وخمسه راهم باقيين. وكنا هاد الشيخ سير صوبنا في الاراثه، صوبنا خلينا عدو، وناض خزن ديالنا حنا، ودار اراثه في بلاصه اخرى كرارما، ومشى دار الغد صباح داخل بها في المحافظه، بعد عطانا حنا ديالنا. وهاد الدري متربي مشي ولدو، وحنايا دابا 10 الوراثه اللي كاينين، 5 راه ماتوا و5 باقيين. دابا كنمشيو للمحكمه كنطلبوا حقنا من المحكمه، كنطلبوا في خبره ما تعطاتناش، ملي ما تعطاتناش خبره احنا باقيين في الشرع. وخوتنا راه ماتوا والاخرين ها هما باقيين، ودزنا للمحكمه كنقول لهم 5 راه ماتوا 5 باقيين، تعطانا الخبره ديالنا. الا تصاب هاد السيد ولد خونا، حنا 10 الاخر فينا عنده 65 في عمره، والا تصاب هاد السيد ولد خونا حنايا حكمونا باش ما بغيتو، كنطلبوا منهم الخبره. وهاد الشهود اللي دايرين هما كاع كلهم زور، كاين اللي شهد عندك 4 شهادات، 4 شهادات اللي شهدهم زور وما حاضرش هاد الشيء. دابا راه حاطين حنا ولادنا باش حنا باقي الان نطلعوا نهبطوا في المحكمات. هذا الريزو اللي تحط هنا، هذا الريزو ما ضر العباد الله وما ضر الناس، وتحط في بلاد ديال الغوت ديال الارض. باقي حنا كنا بلاد صداع وبلاد بلاد الغوت وبلاد الصداع، حنا كنطلعوا نهبطوا عليها. ودارت فرماسيان وداروا الحواند ودارت القهوه وسال البنيت عشوائي هو للقدام. وحنا الان الله يحفظ سيدنا عاش الملك. بغينا نعرفوا هذا الشيخ واش هو في الخدمه ديال المواطنين ولا اساءه المواطنين.